هالسنة السنة السابعة للبيروت كوكينج فيستيفال، نشاطات كثيرة موجودة لكل الزوار، فوق ال 15,000 زايد لهلا زاروا المعرض، وصراحة أكثر من ما كنا متصورين. الورش العمل اللي عم بتواكب هالمهرجان كل ساعة، أهم تهات البلد موجودين معنا، وفي أشياء كثير حلوة لكل الهواة الطهي، الواحد يقدر يكتشفها من ستاند لستاند. هالمهرجان لكل شخص بيحب يطبخ، لكل هواة الطبخ، لكل شخص بيحب يجي يكتشف شو في أشياء جديدة موجودة بالبلد وبيقدر يستفيد منها ويجيبها لعنده على البيت. فوق ال 60 شركة موجودة، أشياء الواحد ما بيعرفها دايما وبيقدر يكتشفها من ستاند لستاند. العالم اللي بيزوروا الايفنت، في كمان الامات مع اولادهم، في كمان الديزاينرز هن نفسهم بيجوا بيتفننوا بياخذوا افكار، يعني في مجال من كل النواحي، من الريستورانتس فينا نساعدهم، في كمان من الامات بدهم يعملوا اشياء لبيوتهم، الاكسبوجر رهيب رهيب. The event is great, there's a lot of variety, the ambience is nice, the music is amazing, and so much variety in the food and the kind of food we have. Everyone is happy, everyone's eager to buy food, to eat, to taste. There's a lot of people who are going around just giving people small samples to taste. الامبيانس كتير حلوة، كتير جو حلو، في ميوزك وأكل وين ما كان، وأنا كتير بحب الأكل فكتير مبسوط. جد كتير حلو، الجو بعقد، والموسيقى والستاندات وكل شيء كتير طيبين.